بليز ما تقولوا لي انه اللون بيعكس الداخل. لا لا، نحن قلوبنا بيضة وبنلبس حسب الموضة. كثير حلوين حلقاتك. ايه هو لي تصميم جو، أصلاً all the jewelry هن من تصميم جو، وأنا I'm his inspiration and muse. إذا بدك خليني بلش أنا من قصة كل واحد ببيت. يعني هاي شكلت صدمة غنى، وبعتقد هو قرارك. أول شيء خليني أشوف إنه قديه بتحسوا زواجكم ناقص، إنه مثلاً بكل بساطة كنتوا بدينر بسهرة وبعدين كل واحد بيسرب على بيته، مش شوي غريبة؟ لا هي مش هيك، هي كل واحد عنده بيته، بس مش ضروري بنسرب كل واحد على بيته. فينا انا بسرب لعنده، هو بسرب لعندي، بس حسب مين في ببيت الثاني. يعني اذا ابنه عنده انه لا بعطيه البرايفسي مع ابنه، اذا اولادي بالبيت كمان لحالي، اذا الاولادي عند بيون بيجي هو بينام عندي. هن اولادك عايشين معك وبالويك اند بيروحوا عند بيون ولا كيف؟ بالويك اند بيون بيقدر يشوفهم ساعات اللي بدهم، اني تايم كل اسبوع يعني، بس اكيد بنامون عنده مره مرتين بالجمعه. انصدمت انت من هيدي الفكره؟ بالعكس كثير بتناسبني، وما بتتخيل قديش مهمه للكوبل، للاثنين المجوزين. مش هالساعه اللي بقعدها لحالي اوقات يمكن ببيتي لما ارجع من شغلي، بتعطيني شويه هيك داون تايم لارجع مثل ما بيقولوا شرج من الشغل النهار اللي يعني انت بدك اوقات ما تكون مع غنى، تكون وحدك. بيعطيك غنى داخلي ساعتها. اكيد اكيد، وبرايي كثير مهمه. كانك عم بتقول لغنى اوكي نحن بنتجوز، بس بليز كمان بدل البرايفسي تبعيتي. لا شو لكن؟ لكن موضوع البيتين مثل ما غنى قالت، هي شوي تكبرت اكثر من ما هي. بس لو ولادها كبار كبار او مش معه، ولو ابني كبير منه معي، ما كان هذا كله بيصير. ايه ما كنت قعدت هاي الساعة البرايفسي لحالك؟ لا كنت بقعدها غير محل، شغل مثلا. شغل. لا بس بدي اقول لك شيء كثير مهضوم. أول مرة من بعد ما تجوزنا وتخانقنا. وكل واحد وصلنا هيك، وكل مرة أخذ راح على بيته بتطلعي على البيت. لا في شيء حلو. وحيت قلب تحسي حالكم، تحسي كانه عن جد كانه بعدنا مصاحبين، وانه ناطره هو يراضيني وانا لانه ببيتي وهو ببيته. اتس ديفرنت انه ناطره يراضيني وناطره هو يعمل فيرست موف. عن جد كثير بتقوي العلاقه، لانه هي دازنت تيك يو فور جرانتد، وهي كثير اساسيه. لانه بحس حصل عليكي، بس لا بعد عندك محل. هلا هي عندها ايجابيات وكثير بتقوي العلاقه كثير منيح، بس القرار لما طلع مش كرمال لنقوي العلاقه، هو طلع لانه انت خايفه يمكن من طليقك، انه اذا فات رجال غريب على البيت مع بنتين بسن المراهقه، نور وياسمين يلي عمرهم 14 و12 يمكن اذا مش غلطانه، ممكن يقشطك البنات. لا هيدي اكيد أكيد كنت عم بداري له مشاعره بهذا المكان، بدي محل يحط علامة علي إنه أنا قشطتك الأولاد. أنت لأنه قبل ما تتزوجي ولفت لك نظرك على هالنقطة؟ حكينا وأنا دغري طمنته، قلت له أنا إذا ما بتقشطني الأولاد، لأنه هو بحق له لما أنا بتجوز أوتوماتيك الأولاد بيصيروا من حقه. فأنا طمنته قلت له أنا إذا ما بتاخذ مني الأولاد بس أتجوز، أنا بقعد ببيت وجو ببيت.